السلام عليكم البنات، كي صبحتوا كي قيلتوا لاباس عليكم بخير هانين. كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نهضر لكم على داك الشامبوان اللي كنت هضرت في واحد الفيديو وكنت حيدته. هذاك الفيديو كان ما كانش هو هذاك وحيدته، واليوم جيت غادي نهضر. بزاف ديال البنات قالوا لي خصك تهضري لنا نشوفوا على داك نشوفوا داك الشامبوان وتهضري لنا عليه. انا غادي نهضر لكم على هذا الشامبوان، هذا راه زوينه البنات. انا جربته من بعد ما درت بودر دلي ميش، يعني البرودوي اللي كنديرو في لي ميش كامل، يعني راه كتعرفوا الا درنا لي ميش البنات كيفاش كيوقع لنا الشعر ديالنا، راه فريمون كنهرسوه كنخرجوا عليه بلي ميش. راه خصنا من بعد لي ميش خصنا المقابله والعنايه وهذه بزاف ديال المسائل على الشعر كينشف بزاف، وكاين اللي كيبدا يطيح لها الشعر وكاين اللي كيبدا يتهرس لها الشعر، وكل يعني مشاكل بسبب دلي ميش. انا من بعد انا راه البنات درت الشعر ديالي كامل من هنا حتى الطوله ديالو كامله درت له البرودوي دلي ميش، يعني لو البودر دلي ميش مع لوكسيدون 40، يعني فريمون راني درت الشعر ديالي كامل، ماشي غير شعيرات ولا شي حاجه، راني درت الشعر كامل البنات. وهكاك والله النتيجه رائعه بهذا الشامبوان. هذا هذا الشامبوان سميتو كيراتين الكولاجين، يعني انتم كتشوفوا فوالا كيراتين كولاجين، راه زوين بزاف. وحنا كاع المراه بصفه عامه البنات راه محتاجه بالاخص الكولاجين. الكولاجين راه كتحتاجو المراه من جميع النواحي، يعني لا البشره ديالها لا الجلد ديالها لا الشعر ديالها. الكولاجين راه لا مشى من الذات ديال المراه، راه فريمون المراه مسكينه كتكون صافي راه شرفات وما بقى لها، كيجيوها التجاعيد وكتبانو عليها. لهذا يعني انا ما كنقولش هذا راه الكولاجين، راه ماشي الكولاجين 100%، ولكن انا بحكم تجربتي انا راني لقيت فيه روعه روعه البنات. والله العظيم الا راه مخير 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 هذا الشامبوان، غير جربوه البنات اللي هنايا. راه كاين تقدروا تلقاوه من غير هذاك المحل، يعني راه ماشي محل واحد اللي غادي يكون كيبيعوا، راه بزاف المحلات غيكون عندهم. ولكن انا باش نسهل عليكم البنات اللي عندها حب باغا تشريها ولا باغا تعرف منين شريتو، راني شريتو من جهه لاكار دو لويست من جهه اكسيون، بحال غادا الاكسيون كتهودو شويه غير شويه ماشي بزاف على اكسيون، كتلقاو تما واحد المحل ديال واحد اللبناني. هذاك اللبناني هو اللي عنده محل كيبيع فيه الشعر ناتور، كيبيع بزاف ديال الحاجات عنده. انا راه مشيت نشري من عنده غير صباغ لشعري، وسولتو على الشامبوان عطاني هذا. وبالحق انا كنت شفت واحد الكوافوره دات واحد الكميه كبيره من عنده، عليها بغيت نعرف، يعني سولته قلت له هاد السيده اللي كانت عندك دابا راه دات بزاف ديال الشامبوان، ودات هي دات الشامبوان والابخي شامبوان والماسك ديالو، دات كميه كبيره من عنده. وسولته قلت له هاد المره دات هاد الشامبوان ما كاينش كيسحب لي، راه كوافوره. قال لي لا هادي راه كوافوره ديما كتجي تدي هاد الكميه هادي، وكانت المهم كانت تهضر معاه، المهم داك الشغل بعيد علينا. ملي سولته قال لي راه زوين بزاف هاد الشامبوان، الا بغيتي تديه راه زوين بزاف للشعر، وعاد انت باغا تفتحي الشعر ديالك يعني واحد جوج درجات اولا ثلاثه ولا اربعه ديال الدرجات، بغيتي علاش انا اللون ديال الشعر ديالي كحل البنات، وماشي ساهل دغيا غادي نفتحو غادي يتفتح، يعني ندير واحد اللون ديال في شعري غادي يتفتح، لا راه خصني ندير بزاف ديال المرات ويا ربي تفتح شويه. راه واخا كندير مثلا نبغي نفتحو جوج درجات ما كيتفتحش حتى ربع ديال درجه، يعني كيبان لك راه اللون ديالي راه كيبقى تقريبا هو ما كيبغيش يتفتح لي بصراحه دغيا. ودرت البرودوي دي ليماج ودرت لوكسيدو 40 وفتحت الشعر ديالي كامل، فتحت اللون ديالو، وباقي لدابا راه باقا ما درت حتى شي صباغه، باقي اللون مفتوح بهذاك البرودوي، يعني مسحت اللون الكحل كامل، يعني رجع لون اخر تقريبا، رجع لي ماغو بحال هكذا بحال اللون الدشه اللي عامله تقريبا ماشي 100%. ودرت كيف ما عملت هذيك العمليه للشعر ديالي ديال لي ميش، غسلت بهذا وعملت الماسك ديالو البنات، تراهم بجوج بيهم. انا ما مديتش ابخي شامبوان، ديت غير هاد جوج هادو، روعه روعه والله العظيم. انا شي حاجه ما مجرباهاش راه ما نهضرش عليها وما نحطاش، وكاع الا حطيتها راه نقول لكم ما مجرباهاش وما عنديش عليها تجربه. ها هو الماسك ديالو البنات وهذا الشامبوان. المهم انا ما كنكذبش عليكم، انا شفتو عند هاد الخانه هذا اللي عنده هاد المحل، ولكن راكم نتوما تقدروا تلقاوهم في بلايص اخرين حيت السلعه راه كتفرق، ما يعني ما كتجيش غير عند واحد محل واحد، تقدروا تلقاوها في بلايص اخرين عند الناس المختصين اللي كيبيعوا هادشي الشعار وهادشي الصبايغ وهادشي. بحق انا مشيت عند هذاك، مشيت مع خالتي لعند هذاك ولقيتهم عنده،
يعني انا شديتهم من لاغار دو لويس، يعني من قدام اكسيون. البنات اللي باغين يعرفوا فاين الثمن ديالهم البنات، راه ماشي غالي، راه 15 اورو 15 اورو، راه ماشي غاليين بجوج بيهم. هذا 15 اورو هذا 15 اورو، يعني لا ميم بري. ميم ابري شامبوان حتى هو بهذاك الثمن، راهم زوينين بزاف 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 بزاف. هادو بجوج بيهم راهم روعه البنات، والله غير جربوهم، راه شي حاجه اللي زوينه. البنات اللي في المغرب ما كنظنش راه ما غاديش يكونوا، راه غادي يكون راه المغرب تبارك الله ولا فيه العجب المتعجب. راكم غادي تلقاو فيه، تقدروا تلقاوهم، وكاع الا ما لقيتوهمش راكم تقدروا تكومونديو عليهم من الفرماسي انا، ولا من شي بلاصه، ولا من عند مولي الماكياج، ولا انا ما عرفتش. بالحق راكم تقدروا تلقاوهم، هادشي ما كاين. على هاد الشامبون وهاد الماسك راهم زوينين بزاف، انا جربتهم، يعني ماشي انا هادي راه على النص، هما الشامبون راه على الراس النص، وهذا انتما كتشوفوا البنات راه صافي، راه ما بقاش فيه بزاف، يعني راه فايت النص، راه ما بقاش فيه بزاف، يعني راه ما بقاش فيه بزاف، راه انا خصني نشريهم. راهم زوينين البنات، وكنتمنى تجربوهم. البنات اللي كيعجبهم يبدلوا صبايغ، كيديروا صباغه بزاف في شعرهم، كيديروا لي ماش، كيديروا بزاف د الحاجات، راه زوين بزاف هاد الشامبوان مع لي ماش وهاد الماسك هذا. اقسم بالله الا انا شعري راه بحال ما دايره له حتى شي حاجه، راه عادي بحالي طبيعي، ما تهرس ما تكسر ما حتى حاجه، بقى على طبيعته، بقى بحال ما عمري درت له شي حاجه. وانا هاد البودر ديال ليميشو هاد لوكسيدو 40 راني درته جوج مرات، وماشي مره في الشهر ولا، راه درته هاد السيمانه والويكاند اللي من موراه ديريكتومون درته، يعني راه كره طيرت الشعر من الجدر كل حيته. وراه هكاك جا، ما نعاودكمش البنات، راه جا غزال شعري، راه ما تهرس ما تحرق ما حتى شي حاجه، اقسم بالله ما تحرق ما حتى شي حاجه. كنتمنى تجربوه، راه زوين بزاف. الناس اللي باقين عندي جدادين كنتمنى يا ربي يدخلوا وما يبخلوش عليا بالابوني ديالهم، وكنتمنى ما يبخلوش عليا بلي لايك ديالهم والكومونتيرات، ويفعلوا خاصيه الجرس يا ربي، وتعجبهم القناه ديالي، ودائما يكونوا كيشوفوا الفيديوهات ديالي. والناس اللي عندي قدامين خلاص راهم عارفين شنو خصو يديروا، ما ينساوش اللايك وما ينساوش الكومونتير، وشكرا بزاف. وغادي نقول لكم نهاركم مبروك وعواشر مبروكه، وان شاء الله الفيديو جاي ان شاء الله يا ربي.